في بحياتهم شي بيعيشوا كرماله، شي بيخلي الدنيا تصير أحلى، مثل العيلة والرفقة والشغل والمصاري. بس كمان في ناس تتمسك بشغلات أبسط من هيك بكتير، مثل خالته فدوى مثلا. لك تقفشوني خلاص يا عمري، لا تخافوا، رايحين مشوار. خالته فدوى وحدانية وما عندها غير هالعصافير الحلوين وهالزريعة الخضراء لحتى تهتم فيها. أهلين خالته فدوى، تفضلي يا أهلين. تفضلي، ليش واقفة هون؟ لا بنتي ما بقدر تأخرت، بس هي جبت لك ياهن مثل ما قلت لك. إيه صحيح مزبوط، قلتيلي بدك تسافري على الضيعة اليوم. إيه والله يا بنتي ما كنت ناوية أروح هلا، بس انجبرت. اتصل أخي وقال بده ياني أحضر عرس ابنه الكبير، وبتعرفي ما فيني ما أروح. ايه الف مبروك. والله لو ما هيك ما بترك حبيباتي لحالهم، تعرفي انتي. لا تاكلي هم خالي، بعدين انا كتير بحب الياسمين. لا ايوه بنتي، هذا مو ياسمين، هذا بنفسج. ووقت اللي بدك تسقيه لا تخلي المي ينزل على الورق تبعهم، لانه وقتها بيصفروا وبيدبلوا. ليكي خالي، اذا بدك يعني قصدي اذا كتير خايفة عليهم يصير لهم شي. خلاص مو مشكلة، حطيهم عند حدا تاني. اذا بدك حطيهم عند نيرمين مثلا. والله انا قلت لها بس هي ما قبلت، قال ما بتقدر. لا قال شو العصافير رح يوصخوا للبيت. الله وكيلك ما في انضف واحلى منهم، وحياتك ما رح يضايقوكي ابدا، مو هيك حبيباتي؟ ان شاء الله بتقبشوا قلبي مع احلاكم. لا تخافوا حبيباتي، ما رح طول عليكم كتير، لا تضايقوا الخاله ياسمين. امانه بنتي اصحي تنسي تحطي لهم مي نظيفه، ها هو اكل كل يوم. خلص هاتيهم ولا تخافي، رح خليهم ياكلوا طول النهار. انتي روحي وما تهكلي همشي. لا ما بصير يا بنتي، اذا اكلوا كتير بيمرضوا. بعدين ديري بالي ولا تفتحي لهم باب القفص، لانه اذا طلعوا ما حدا قدر يتمسكيهم. ايه علينا، والله فهماني عليك يا خالي. الله وكيلك، اذا بدي اترك ديما عند شي حدا وسافر ما رح وصيهم عليها كل هالقد. الله وكيلك، هدول مثل بناتي واعز، ليش انا مين الي غيرهم؟ خلص حبيبتي روحي وانتي مطمنه، وحياتك رح دير بالي عليهم. يسلموا بنتي. واحكي معهم كل شوي، انا هيك معودتهم، بتعرفي مشان ما يضوجوا. ليش بيضوجوا؟ واذا صوتك حلو فيكي تغني لهم كمان. يلا بخاطرك. الله معك، توصلي بالسلامه خالي. سلمي على الاهل. لك يا ربي شو هالورطة اللي ورطت حالي فيها؟ ليش هيك حظي يا ربي؟ ليش هيك؟ قولي لك وين رحتوا؟ مشان الله رجعوا. والله لا تذبحني خالي فدوى، بعدين شو بدي إلا إذا رجعت وما لقيتهم؟ دخيلك يا ربي تساعدني، دخيلك ولك اضرب أنا وحظي النحس، ناقصني هيك مصيبة أنا. مرحبا ماما. تعي ديما، تعي تعي شوفي المصيبة اللي واقعة أمك فيها، شو بدي أعمل بحالي هلا؟ لا هالمرة ما رح تقدري تساعديني بنوب. لك شوفي أمي، مصيبة. الأفندي حمل حاله هو ومرته وطاروا لبرا. شو عم تحكي أمي؟ لك عصافير خالي فدوى تركتهم عندي وراحت. قال بدها تسافر على الضيعة كم يوم، وجابت لي العصافير والزريعات، وأنا كنت رح حط لهم شوية أكل، لسه ما فتحت باب القفص، فجأة طار أول واحد منهم والتاني أول ما شافه لحق وطار هو التاني. لك شو بيعرفني إنهم بدهم يطيروا أول ما بدي أفتح الباب؟ شو بيعرفني أنا؟ عادي ماما، هي مو أول مرة. نسيتي كيف خليتي سمكات تبعي يموتوا وقت اللي غسلتي الحوض تركتيهم بلا مي؟ بصراحة ماني مستغربة. هلا أنا اللي قتلت لك سمكاتك أنت التانية؟ الحوض طبعاً هو اللي كان وسخ وبده تنظيف، شو بيعرفني إنه رح يموتوا؟ ليش على طول بيطلع الحق علي؟ العملك ما بيكفي إني معترة وحظي قليل؟ لا وفوق هيك كل يوم والتاني بتطلع لي مصيبة جديدة، دخيلك يا ربي ليش هيك؟ شو أعمل بحالي؟ طب خلص أمي طولي بالك، لا تتضايقي، خلص القصة سهلة، أكيد لساتك متذكرة شكلهم، هلا بننزل نشتري اثنين بدالهم، شو رأيك هيك منيح؟ لك أمي فهمي علي شو عم أقول، خالتك فدوى بتعرف كل ريشة بهالعصافير، كيف بدنا نبدلهم؟ والله إذا إجت وما شافتهم بدها تطلع بروحي دغري. اسمعي مني، أنا بعرف هدول ختايرة، أصلاً هي ما بتشوف منيح، خلص اتركيها علي. لا ما بسترجي، مستحيل تمرق عليها، ولك هي وحدة موسوسة رح تعرف إني بدلتهم. صدقيني ما رح تعرف. بكره بننزل على السوق ومنجيب بدالهم اثنين، كأنه ما صار شيء. فورا نخلص. يلا قومي. لك ماما مشان الله ليش مستعجله كل هالقد؟ لك افهمي علي، هلا اذا اجت وقالت لي وين العصافير شو بدي الا؟ شو بدي الا؟ الا انه طاروا مثلا، حسي فيني شوي وساعديني. يلا لشوف قومي خلصيني. اوف انك واقعه بمصيبه معقوله ما تصحيها؟ خلصيني كل يوم تطلعي لنا بمصيبه جديده. كل يوم عم بطلع لك بمصيبه جديده. امشي امشي امشي، حاجه تتفلسفي يلا.